سعادة السفير، بداية وقف إطلاق النار والاتفاق على وقف إطلاق النار بيؤكد دور مصر وقوتها في الترويج أو في حشد الرأي العام العالمي إنها تقدر توقف التدخلات في الأزمة الليبية اللي ساهمت كتير من الدول في الفترة اللي فاتت في استمرارها لسنوات. مما لا شك فيه الخطوة التي أعلن عنها المجلس الرئاسي برئاسة السيد فائز السراج من جانب، ومن جانب مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح من جانب آخر، خطوة إيجابية كانت محل ترحيب من مصر كما أوضح السيد الرئيس أمس كأول رد فعل مصري رسمي على الإعلانين، كما رحب بها المجتمع الدولي سواء الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جامعة الدول العربية أو العديد من الدول الأخرى، وبصفة خاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. طبعا حضرتك منذ الموقف المصري اللي حضرتك أشرتي إليه والعواصم العالمية المؤثرة بتعمل وراء يعني وراء بعيدا عن وسائل الإعلام من أجل نزع فتيل مواجهة عسكرية كبرى في ليبيا، مما لا شك فيه أن الموقف اللي اتخذته مصر خلال الشهرين الماضيين وبصفة خاصة توضيح السيد الرئيس في شهر يوليو الماضي أن المقصود بخط سرت الجفرة هو أن يبقى خط وقف إطلاق نار، لا قوات الشرق تتجاوزه وتتجه ناحية الغرب ولا قوات الغرب تتجاوزه وتتجه ناحية سرت للاستيلاء عليها. ومن هنا دخلت الإدارة الأمريكية على الخط واقترحت جعل مدينة سرت والجفرة مناطق منزوعة السلاح، ثم جاء لقاء السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نولاند مع المستشار عقيلة صالح في القاهرة منذ أسبوع. تبلورت فيه حضرتك تبلورت فيه ملامح التحرك الدبلوماسي القادم في ليبيا، والذي تمثل في الإعلان عن وقف كافة العمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية وتشكيل مجلس رئاسي جديد والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، انتخابات عامة وانتخابات رئاسية في مارس المقبل، مع جعل مدينة السرت مدينة منزوعة السلاح.